وان شوت بنركز على اللقطات المضيئة، ولكن ده حارس مرمى أبهر الجميع دائما، ولقطتنا من الولايات المتحدة الأمريكية واللي استضافت طبعا كوبا أمريكا، حيث حصد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين جائزة أفضل حارس علشان يكون مارتينيز شارك في ثلاث بطولات كبرى مع الأرجنتين، وفي الثلاثة أخذ جائزة أفضل حارس. طبعا البطولة الأولى كانت كوبا أمريكا 2021 فاز بأفضل حارس، البطولة الثانية كان كأس العالم 2022 بقطر وأخذ أيضا أفضل حارس، أما في 2024 كوبا أمريكا بالولايات المتحدة الأمريكية وفاز بأفضل حارس. مش بس كده، مارتينيز أصبح أول حارس أرجنتيني في تاريخه يحافظ على شباكه نظيفة في خمس مباريات في نسخة واحدة من كوبا أمريكا، ولم تتلقى شباكه غير أهداف مباراة واحدة أمام الإكوادور بربع النهائي. طبعا لعيب كبير جدا وأسطورة كبيرة جدا في الأرجنتين.